هذا الفيديو بمناسبة كأس العالم وجواب على أسئلتكم، هل الحامل فيها تعمل رياضة ولا لا؟ تعالوا أحكي لكم قصة سارة بيورك، صاحبة لقب أفضل لاعب كرة قدم آيسلندي لست سنوات. سارة بنيسان 2021 أعلنت حملة، وقتها كانت بتلعب لصالح نادي ليون الفرنسي، والنادي أعلن فوراً مساعدته للاعبة، وهون بدأت سارة بتوثيق رحلتها بالتمرين خلال فترة الحمل. وبشهر نوفمبر 2021 ولدت سارة ببلدها آيسلندا، وبعد ولادتها خلال أقل من شهرين غادرت إلى فرنسا للتدرب مع ناديها. وبشهر آذار 2022 بعد مرور 4 شهور فقط من ولادتها شاركت بأول مبارياتها بالدوري الفرنسي. هلق ما بنصحكم تعملوا مثلها لأنه هذا التحدي جدا كبير، لكن قصتها حافز لكثير نساء أنه الحمل والإنجاب مانوا أبداً عائق لأي طموح. لهيك يا حوامل يا حلوين، فيكي خلال الحمل تتحركي، تعملي رياضة على الخفيف، تمشي شوي، بالحركة بركة.